لهم فيما رزقهم. الأستاذ خيري، صلاة الفجر يبدو أنه هو بيبقى على موعد في العمل، فيسأل هل له أن يصلي صلاة الفجر في السيارة؟ مع ذلك أنا لو سمعت أنا وتصورت السيارة يبقى إذن هو جالس وغير مستقبل القبلة. نعم. وهذا الوارد الكثير، صح كده؟ نعم. يبقى لا يكون قائما ولا مستقبلا. أسقط يعني شروط الصلاة وأركان الصلاة، سقطت بهذه الطريقة من شروط الصلاة استقبال القبلة، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسي صلاتي، قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، فهذه غير واردة. وأيضا يكون جالسا ما يكون قائما، قال صلي قائما، قوم الله قانتين، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا. لا تصح الصلاة في السيارة بحال من الأحوال، حتى لو كان في البلد مش مسافر، النافلة نفسها لا تصح إلا أن يكون اتجاه السيارة باتجاه القبلة. نعم. ما يصح، لابد أن يخف السيارة وينزل يصلي. جزاكم الله خيرا. وأنا أقول لا يضيع صلاة الفجر، هذه لا تصح، العمل لا يمكن أن يكون سببا في ضياع صلاة الفجر. يركنوا السيارة ويصلوا معه حتى على الرصيف، بقول هو الله أحد، صحيح، ويمشي. بارك الله فيكم.